حافظت الكنيسة الملكية على التراث الأنطاكي من خلال الترانيم الليتورجية والموسيقى الكنسية. كل تراتيل الآباء الملكيين كانت باللغة اليونانية، ومطلع المزمور 140 يا ربي إليك صرخت يلي بيعود لسنة 1727 كان باللغة اليونانية، وهذا الشيء بيثبت انتماء الكنيسة الرومية وهويتها لغاية القرن الثامن عشر. بأواخر القرن التاسع عشر تأثرت كنيستنا الملكية بالطقوس الغربية، ودخلت المساوقة أي تعدد الأصوات، واعتمدوا على مراجع الموسيقى اليونانية لتنويط الخدم باللغة العربية وتطعيم علامات الموسيقى البيزنطية. ومع بداية القرن الواحد وعشرين انطلقت نهضة موسيقية جديدة مع اللجنة الليتورجية البطريركية وجوقة القديس ستيفانوس المنشئ، يلي أسست لمدارس موسيقية ببيروت، بزحلة، صيدا وبدمشق. وأما ببلاد الانتشار خاصة أستراليا، تأقلمت كنيستنا وبلشت تعطي الدروس الموسيقية باللغتين العربية والأجنبية، وبلشت تلحن الخدم بلغة الدولة والمنطقة اللي عايشين فيها، لنفتح المجال للأجيال الصاعدة بدول الانتشار أنه تفهم معنى التراتيل وتشارك بالذبيحة الإلهية، وهي مرحلة أساسية لننشر ثقافتنا الملكية ونحافظ على تقاليدنا ونثبت الانتماء لكنيستنا.